عليكم ورحمة الله وبركاته. And welcome to Apostolic Islam, representing the faith of the prophets of the God of Abraham. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. وعدناكم في الدرس الذي مضى أن نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح بل في أعلى مراتب الصحة، حتى هناك من قال إنه حديث متواتر مجمع على صحته، لم ينتقده أحد في الأمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث الذي ذكرته. وظاهر هذا الحديث كما قلت لكم يتعارض مع قول الله عز وجل في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وشرحت في الدرس الذي مضى ما معنى لا إكراه في الدين، وأشرح لكم الآن هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. لماذا نكره الناس على الدخول في دين الله؟ لماذا نكرههم بحد السيف؟ إما أن تسلموا وإما أن تموتوا، هكذا من يستخدم الشبهة. طبعا في مسألة يا أخوان الكرام: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. أنت لما بتكون تحب إنسانا وإذا أحببته ورأيت منه خطأ، هذا الخطأ، يعني إذا سلمنا أنه خطأ، يذوب هذا الخطأ ضمن محاسنه. لكن إذا كنت ترى شخصاً لا تحبه وتبغضه، مهما رأيت منه تحاول أن تفهمه فهماً خاطئاً، تفهم إحسانه إساءة كما تفهم إساءة المحب إحساناً. ونحن هكذا البشر نتعامل بهذا النطاق. الناس التي تنتقد الإسلام تتعامل مع الإسلام بنفس الطريقة. هو لا يحب الإسلام أصلاً ولو وافقه، هو لا يحب هذا الدين أصلاً ولو اتفق معه، فيحاول أن يفهم الدين خطأً، ولكن عين السخط تبدي المساوية، فيحاول أن يتتبع هذه الخفايا. يعني مثلاً نحن الصحابة الكرام، مثلاً صحابة الكرام رضي الله عنهم قوم يخطئون، ومن عقيدتنا أنهم ليسوا معصومين، لكن هذا الخطأ الذي يخطئونه بالإضافة إلى أعمالهم العظيمة يذوب هذا الخطأ. يعني قالوا: الصحابة بحار وزلاتهم أقدار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كان الماء قلتين لا تؤثر فيه النجاسة ولا تؤثر فيه الخبائث، فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مهما يعني أخطأوا فمحاسنهم كثيرة جدا. فأنا أريد من الشخص الذي ينتقد الإسلام أن يكون منصفا. كن منصفاً، اجلس مع نفسك، لأنه أنت الذي تضر نفسك. يعني إذا أنت انتقدت الإسلام وشهرت به وأسأت إليه، أنت غداً ستقف بين يدي الله، ليس لك عذر. كن منصفاً، كن منصفاً فقط، تفكر بروية. الحديث النبوي يقول على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ركزوا معي تماماً تماماً، وإذا بدكم زيادات يعني ما حفظتم ما أقول ارجعوا إلى التسجيل. أنا أريد أن أقف عند لفظتين في هذا الحديث: لفظة أقاتل ولفظة الناس. لأن الذين انتقدوا هذا الحديث وادعوا أنه يخالف الآية ما فهموا اللفظتين فهما عربيا صحيحا. إذا فهمنا لفظة الناس ولفظة أقاتل وفقنا بينه وبين كل آيات القرآن بدون أي معارضة. أولاً، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. شو عم يقول؟ أمرت أن أقاتل. المقاتلة هي مفاعلة من الطرفين، مثل لما بتقول محاربة. المحاربة تتصور من طرف واحد ولا تحتاج إلى طرف ثاني؟ تحتاج إلى طرف ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس، بمعنى إذا قاتلوني أن أدفع القتال بالقتال. لو كان الحديث النبوي أمرت أن أقتل الناس منقول لك أخي صحيح هذا الكلام، هو يقول أقاتل، معناته في طرف ثاني يساجل ويعادي ويحارب، وأنا مأمور أن أدفع قتاله بقتال مثله.
هذا المعنى الموجود في النص أنه أقاتل تدل على المشاركة بين طرفين، ذكرته الآيات القرآنية صريحة. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في مشاركة، قاتلوا الذين يقاتلونكم، بعدين يقول لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال الله عز وجل في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحديث ما زاد شيئا على هذه الآيات، الحديث كأنه يقول: أقاتل من يقاتلني، قاتلوني كافة أقاتلهم كافة، لا أعتدي عليهم ولا يعتدون علي. فصيغة أقاتل معناها المشاركة وليس معناها أقتل. هي قضية مهمة جدا. بيجي عندنا مسألة ثانية أيضا مهمة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس. في عندي نص واحد الآن مهم جدا. طيب فهمنا، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، في طرف ثاني صح؟ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، مفهومة. طيب في آية الآية بسموها آية السيف، الآية الخامسة بسورة التوبة، قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. طيب هاي الآية شلون؟ عم بتقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وين بتشوف مشرك طالع سيفك وطالع راسه؟ واضح الآية. نقول له: يا أخي الكريم، قبل أن تقرأ هذه الآية انظر إلى الآية التي قبلها. الآية التي قبلها مرتبطة بها الآية التي مثل بيقول ويل للمصلين وبيسكت، هيك اللي بيستدل بالآية، مثل اللي بيقول لا تقربوا الصلاة ويسكت، هكذا الآية ما كملها. الآية التي قبلها تتكلم عن العهد، ركزوا يا أخوتها، تتكلم عن العهد، يعني بين المسلمين وبين المشركين عهد، وأعطاهم بعد ذلك 4 أشهر أن يفكروا في أنفسهم، تمام؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر. الآية التي قبل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ما قالت قاتلوا، اقتلوا. الآية قالت: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. من هؤلاء المشركون الذين نقتلهم؟ قال: الذين نقصونا شيئا وظاهروا علينا أحدا ووقفوا في وجوهنا ونقضوا العهد معنا، نحن مأمورون شو؟ أن نقتلهم. إذن هون لما قالت الآية فاقتلوا المشركين كافة، من قال له: مشان الله يا أخي الكريم، حتى ما تظلم نفسك، أنت ما راح تغبر على الدين، حتى ما تظلم نفسك اقرأ الآيات الخمسة. هاي الآية الخامسة، الآيات تتكلم عن عهد بيننا وبين المشركين، خليكم على شرككم وكفركم ونحن على إيماننا، لا نتعرض لكم ولا تتعرضوا لنا، لا تضعون أيديكم في يد أحد لتوقفوا دعوتنا. صحيح؟ صحيح. ختمنا، هذا ما تعاقد عليه محمد صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو. واضح الكلام؟ بعد ذلك تأتي الآية تقول اقتلوا المشركين. إذن المشركين الذين ما التزموا بالعهد ونقضوا العهد ونقصونا شيئا وظاهروا علينا ووضعوا أيديهم في أيدي العرب من المشركين ليقاتلونا، أو أيدي اليهود ليقاتلون كما حدث في غزوة الأحزاب، نحن بعد ذلك نكون جبناء إذا ما قتلناهم. فالله عز وجل يقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. شوفوا آخر آية بعد الآية: وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ردينا نحن أطعنا رب العالمين وسحبنا السيوف على المعتدين على الناقضين وصرنا نقاتل هؤلاء، وأنا عم بسحب السيف واحد طلب الأمان يقول أنا بدي الأمان، هلا كان عم يقاتل وممكن سيفه يقطر دما وممكن قتل 10 من الصحابة الكرام. قال: وإن أحد من المشركين استجارك
طلب الجوار والحماية فأجره، حتى ما لي غاية أقلت لك أنا حتى يسمع كلام الله شو؟ ثم أبلغه مأمنة. تعرف شو يعني ثم أبلغه مأمنة؟ يعني اشتري له تذكرة الطيارة على حسابك، خلي يروح على بيته، وصله أنت، اشتري له على حسابك، طالع له جواز سفر وادفع له مصاري وأبلغه المكان الذي يأمن فيه. هاي القرآن الكريم. فوين التعارض مع طيب إذا صيغة القتال هنا هي العدوان. أما انتبهوا، الإسلام ماذا يقول في شخص كافر لكن لا يعادني؟ لا يجوز لك أن تقربه ولا أن تسيء له ولا أن تسب دينه. وسيدنا عمر رضي الله عنه في العهد العمرية أقر النصارى على صلبانهم وعلى كنائسهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، المجوس بيعبدوا النار. قال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. واضح الكلام؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أهم من النقطة الأولى. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية بتقول: أمرت أن أقاتل الناس. مين الناس؟ لظاهر الآية الناس، يعني كل الناس. قبل أن أذكر هاي النقطة بتكون تركزوا معي تماماً الآن. ها، الجهاد مر بمراحل متعددة وذكرتها لكم. أولاً كان الجهاد ممنوعاً، ممنوع. يا رسول الله لو شئت لنميلن على أهلي مناً ميلة واحدة. قال: إني لم أمر بالقتال بعد. فالمرحلة الأولى ممنوع القتال. طيب يا رسول الله عم يحطوا لسيدنا بلال على الأرض، عم يسلخوا جلده، ممنوع القتال. طيب يا رسول الله عمار بن ياسر قتلوا أمه وأباه، ممنوع القتال. لا ينسوا هاي القضايا. النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، ممنوع من الله مو منه شخصيا، ممنوع من الله أن يقاتل هؤلاء. تأتي الآية الثانية لتقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأولا مرحلة المنع، المرحلة الثانية شو؟ مرحلة الإذن. شو يعني الإذن؟ يعني إذا واحد اعتدى عليك بدك قابله، طيب أنا بدي سامحه، سامحه ما في مشكلة. أذن، الإذن هو رفع المنع، كنت ممنوعا من قتاله والآن أنت شو؟ مسموح بقتاله. اشتدت عداوتهم قليلا، نزلت الآية الثالثة والتشريع الثالث في القتال: قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. طيب إحنا ما نسامحهم؟ لا، لا تسامحهم، لأنه الآن الدعوة انتشرت، وإذا أنتم بتكون تمرؤولون إياها مو وقت المسامحة الآن. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمرحلة الأولى المنع، المرحلة الثانية الإذن، المرحلة الثالثة أن تقاتل من اعتدى عليك وقاتلك. طيب نأتي إلى لفظة النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. شوفوا يا أخوان الكرام، هاي الكلمة الناس وردت كثيرا في القرآن الكريم، لكن أحيانا، ركزها الآن، هلأ ركز، أحيانا يقصد بالناس كل الناس، وأحيانا يقصد بالناس مجموعة من الناس، وأحيانا يقصد بالناس شخص واحد. مثل أنت بتقول: والله أنا رحت يعني على السويد شفت لك الناس كويسين. هو قصده كل الناس كويسين ولا بالمجمل اجتمع بأشخاص؟ بدك تقول يا أخي هذا مو عارف راسه من رجليه أصلاً، هو هذا مو عربي. طيب يا سيدي اسمع، القرآن الكريم أحياناً يطلق كلمة الناس ويقصد عمومها بحيث لا يخرج عنها فرد من الأفراد. يعني قل أعوذ برب الناس، أنو ناس؟ كل الناس، ملك الناس، إله الناس. فكلمة الناس بالآية باتفاق أهل العلم مقصود بها كل الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي ناس؟ كل الناس مأمورون بعبادة الله. اعبدوا ربكم، كل الناس مأمورون بعبادة الله. طيب قال الله عز وجل حكاية عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، النبي عليه الصلاة والسلام رسول لمن؟ لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه مثلا ثلاثة ألفاظ في القرآن الكريم أطلقت كلمة الناس وقصدت شو؟ كل الناس. قال أحيانا تطلق كلمة الناس ويقصد بها بعض الناس مو كل الناس، واللي أخطأوا في الحديث أرادوا بالناس كل الناس والمقصود به فئة من الناس.
هذا بيسموه عام مخصوص، يعني أطلقت لفظا عاما وقصدت شو مجموعة منهم. مثلا قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. من المقصود بالناس هنا؟ المسلمون. ليش؟ قال لأنه في آية العلم جمع يا أخوانا، بدك تجمع كل الآيات، العلم جمع وفرق. أمرت أن أقاتل الناس في هذا الحديث، ليس كل الناس، ولا واحد قال كل الناس. طيب لاحظوا كم شخص راح أخرج من الناس الآن، هذا عام مخصوص. شوفوا كم شخص. أمرت أن أقاتل الناس، بتقاتل المسلمين؟ لا. إذن المسلمون ناس مو داخلين تحت الآية، صح؟ طيب نيجي على الصنف الثاني، المنافقون لا يدخلون. أصلا سبب نزول الحديث كما ذكر ابن كثير، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله اقتل المنافقين. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهؤلاء شو مالهم؟ عم يقولوا لا إله إلا الله، إذن هم منافقون، بس مو بيقولوا لا إله إلا الله، إذن لا أقتلهم. لا تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. شلنا من الناس مين؟ المسلمون. شلنا من الناس مين؟ المنافقون. لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله. طيب منيجي الآن على صنف آخر من الكفار. الكفار ليسوا صنفا واحدا، يعني لما بتقول كافر عندي كافر حربي، كافر معاهد، كافر ذمي، كافر مستأمن. كم واحد؟ أربعة. شو يعني كافر ذمي؟ يعني هذا كافر عايش معنا ببلاد الإسلام، منقول له خليك على كفرك بس بيننا وبينك ذمة، منساوي عهد بيننا وبينه، بسموه شو؟ ذمي. وفي ناس بتفكر الذمي يهودي أو نصراني، لا، ممكن يكون مجوسي، ممكن يكون يعبد أصنام، ممكن يكون يعبد نار، ما لنا علاقة، مو بيننا وبينه ذمة. مثلا أخذنا منه الجزية، وسأتكلم عن الجزية، أخذنا منه جزء من المال مشان شو؟ صلبطة، من أجل حمايته. طيب أنت بكرة إذا سرق بيتك وين بدك تروح تشتكي؟ لعنا، نحن شو في عنا؟ عنا مخفر، وعنا شرطة، وعنا بجوز نروح نداهمون، وبجوز نقاتلون، هذا بدنا نعطيه الرواتب، طبيعي جدا. وانتبهوا ها، والإسلام يأخذ من الكافر شيء اسمه جزية، هو ضريبة مالية. في ناس بتخاف من كلمة جزية، الجزية ضريبة مالية تؤخذ من المسلم والكافر، بس المأخوذ من المسلم بيسموه زكاة، صدقة، المأخوذ من الكافر شو بيسموه؟ جزية. فهذا الذمي كافر نأخذ منه جزء يسير جدا، وبشروط، إذا كان معه تمام، بشروط. ولا واحد من اللي بينتقدوا موضوع الجزية من أعداء الإسلام قارئ مبحث الجزية في الفقه الإسلامي. فهذا الذي يدفع الجزية، هل نقتله؟ فنقول لا يقتل الذمي لأنه يدفع الجزية. طيب نيجي على النوع الثاني، مستأمن، عم نحارب صليل السيوف، السيوف تعزف على الأوتار، واحد قال أطلب الأمان، شو؟ وادفع له مصاري ثم أبلغه مأمنه. فالمستأمن ناس ولا لا؟ ناس. بيدخل تحت أمرته أن أقاتل الناس؟ ما بيدخل. الصنف الثالث المعاهد، كفار بيننا وبينهم عهد، هدنة، مثل ما صار في صلح الحديبية. المعاهد شو اسمه؟ ناس. يقتل؟ لا يقتل. الصنف الرابع الحربي، وهو الذي جمع بين الكفر والعدوان، فأنا أقاتله، ركزها، لا لكفره بل لعدوانه. فالمقصود بالناس هنا مين؟ هذا بس، الكافر الحربي. إذن أمرت أن أقاتل الناس، طلعنا من الناس مين؟ مسلم، منافق، ذمي، مستأمن، معاهد، حربي. هذا هو الناس اللي منقاتله. بالله عليكم هذول اللي بينتقدوا الحديث هم قارئين هاي أصلاً، بيعرف الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؟ ما بيعرف الفرق، تمام يا أخوان الكرام؟ فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، فالمقصود بالناس صنف واحد، وكلمة الناس باتفاق علماء المسلمين عام مخصوص يقصد به فئة واحدة ولا يحمل على أطلاقه. في تعارض بين لا أكراه في الدين وبين أمرت أن أقاتل الناس؟ ما في أي تعارض.